ما حكم استعمال بعض الفاظ القران في الكلام العادي مثل اقول للناس حينما يدخلون بيتي يدخلوها بسلام امنين وجيت على قدم يا موسى اذا كان احد الزائرين اسمه موسى وهكذا يظهر لا ينبغي اتخاذ القران ادوات المخاطبات والله لا ينبغي هذا ولا ينبغي استعماله وليس في الدنيا دار السلام وهي ما فيها احد الا عند دار السلام يقولها بسلام ما فيها الا سلام الخوف وخطر الموت دار السلام هي الجنة والله يدعو إلى دار السلام هي الجنة نعم.